بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ بإذن الله تعالى بهذا النظم في علم الفرائض. أولا أخواننا، يعني سبحان الله، بعض الطلاب يقول أن هذا العلم صعب. لماذا صعب؟ كيف تقول صعب والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ثم صعب هذا العلم ممكن بإذن الله تعالى إذا اجتهدت في أسبوع واحد ينتهي العلم. وأنا أقول للطلاب عندنا في معهد الحرم، أقول هذا العلم يعني سبحان الله علم سهل جدا، لو كان صعب ما كان، قلت ما وجدوا مدرس يدرس الفرائض إلا أنا وأحضرني إليكم، لأنه علم سهل ما يحتاج إلى مدرس أصلا. والله أخواننا الذي يعرف جدول الضرب أي كم إلى 4 يستطيع أن يمشي في الفرائض، سهل جدا، فقط يحتاج إلى قليل من الحفظ. تجتهد في أول يوم تحفظ فكل حافظ إمام وانتهى العلم، حفظت بعض المسائل انتهى هذا المسائل. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعني بعض المسائل يعني تحل على المنبر، وقيل هذا عن علي رضي الله عنه، حل بعض المسائل وهو على المنبر يخطب حل المسألة، ما تحتاج إلى كتابة حتى أحيانا، بعض المسائل لا تحتاج إلى كتابة أصلا، مجرد ما تسمع المسألة تنتهي. شيخنا الشيخ عمار رحمه الله تعالى التقى بالشيخ بن باز رحمه الله الجميع، فقال الشيخ بن باز للشيخ عمار، قال الشيخ عمار ايش تدرس؟ قال يدرس الفرائض والنحو، هو يدرس كل شيء، هذا من تواضعه. قال للشيخ، قال طيب مسألة فيها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة، مباشرة الشيخ سأل يدرس فرائض أجب، فضحك الشيخ عمار، قال لماذا تضحك؟ قال يا شيخ مسألة بسيطة، قال أجب، قال البنت النصف، بنت الابن السدس، والباقي للأخت الشقيقة عصف مع الغير. قال الله يبارك فيك يا عمار. الآن في ترجمة بعض العلماء مثل هذا، الآن ترجمة البرهاني، في ترجمة إيش يكتبه؟ الفرضي. سبحان الله، تقول فلان ابن فلان ابن فلان، الفقيه الفرضي. وبعض الناس على ما سيأتي الآن، قال نصف العلم، قال أنا أطلب نصف العلم الحمد لله، والنصف الثاني أترك لكم. فعلم سهل جدا، لكن إيش يحتاج؟ تبحث عن الأموات، لأن نحن شغلنا مع الأموات هنا، اشتغل مع الأموات، فتبحث عن الأموات. ولهذا بعض الفقهاء يقول يعني من الخطأ تعليم الزوجة علم الفرائض، إشكال كبير، لأن لو علمت الزوجة علم الفرائض ماذا تصنع؟ أول تركة تحسبها تركتك أنت، لا، علمها حسن العشرة كذا، عرفت؟ أي نعم. فهذا العلم يا أخواننا سهل جدا، لكن حفظ أشياء يسيرة في أول العلم إذا انتهى العلم لا إشكال فيه. علم وبعضهم قال نصف العلم تحصل في أسبوع، ويكتب في الترجمة فلان ابن فلان الفرضي، الله نعمة أخوان. لكن بعض الشباب هدانا الله إياه ما يريد يدرس هذا العلم، لابد من كتابة حل مسائل. الرياضيات الآن ما يمكن تدرس نظري، لابد عملي، لابد تطبيق، لابد سبورة، لابد كتابة، مفهوم؟ بهذا تستطيع أنك تمشي. أي إنسان توفي، تعال ترك من كذا 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 كذا. عندنا بعض من يعني متقن، من هو متقن في هذه الأيام في الفرائض، سبب الإتقان تركه لمن؟ لوالده، لجده، احتار في هذه المسألة وبدأ يدرس حتى حل المسألة التي تخص يعني هذا الرجل العالم، مفهوم أخواننا؟ نعم. وفي بعض الدول، يعني في بعض الدول في بعض التركات يعني
تقسيم التركة مال، أي نعم يأخذ عليه مال بعض البعض. الأصل الله أعلم، أنا لا أدري، نحن عندنا الآن الأصل أنك تقسم، لأن فتوى، وجاك إنسان استفتيك استفتي الشيخ قل تدفع كذا، لا فتوى أفتى والحمد لله، جاءه شيء الحمد لله، وإلا عوض الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ في بعض من يقسم التركات عندنا، المهم عندهم تركة فيها مناسخات، يمكن يقال فيها حال 40 ميت، كل ما يقسم التركة رجل ويرفع، يعني يسموه شباك الإرث، يرفع هذا الشباك إلى المحكمة عندنا، القاضي يرد. القضاء عندنا في الغالب يعني إذا كانت المسألة طويلة ما يقسم، يرجعها إلى المتخصصين في التقسيم، فالقاضي يرجع يقول خطأ، ورثة تعبوا، فقال ايش قسمها أنت؟ قال أنا ما أقسم. القاضي المهم جاءوا لأحد يعني المعروفين قسم التركات وقالوا تقسم لنا التركة، قال لي قيراط. يعني المسائل ستأتي، أي مسألة نرجعها إلى 24 قيراط، هذا يريد كم قيراط له، ويبقى 23 قيراط للورثة. قالوا قسم على هذا المبدأ، لي قيراط والباقي لكم. والله قسمها قسمة رئيس المحاكم لا يرد لكم هذا القسم، قسمها وأخذ القيراط والحمد لله رب العالمين. فأخواننا، الشيخ ذكر أن ترك هذا العلم ضلال، على ما ذكر الله سبحانه وتعالى في آخر الآية، يبين الله لكم أن تضلوا. تعال إلى المحكمة، يعني كيف ضلال؟ أنا أقول لك، تعال إلى المحكمة، أغلب القضايا اسأل أكثر العوائل، المشاكل عندكم من أين أتت؟ قال أخوي أخذ أموالي، ما وزع تركة، أخذ البيت، أخذ السيارة، قتل. يحصل بسبب الإرث أكثر المشاكل في العوائل بسبب قسمة التركات، يؤخر وهذا يأخذ وهذا لا يأخذ، وظلمني وقع وقع وقع. وأكثر ما يكون أيضا في هذه الأيام يعطي الرجال ولا يعطي النساء، صحيح على ما كان عليها الجاهلي، وقال هذا كيف نعطيها؟ إيش كيف تعطيها؟ قال زوجها ينفق عليها، طيب هذا مال من حقه، قال لا والله ما نعطيه الغريب. وغريب بعض الناس في هذه الأيام يحرم بعض الورثة، يقصد هذا. طيب في آيات والله سبحانه وتعالى تولى قسمة التركات بنفسه، لا يقول أنا ما أريد فلان يرث مني، عجب، وانت لا تدري لعلك ترث أنت، صح انت ما تدري من يموت قبل الآخر. أحد التجار عندنا الأثرياء تزوج مرأة وأنجب منها بنت، ثم طلقها وحصل إشكال، ثم تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين. الولد الإشكال عندنا هنا غير العرف، العرف عندنا ذكور اثنين أبناء، وكان يعني لا يحب هذه البنت، فكتب كل ما لديه من أملاك بأسماء الذكور حتى يحرم البنت، هو ما يكلمها أصلا قاطع. سبحان الله، يقدر الله أن هذه البنت تموت، وبعد أيام من الوفاة جاء زوج البنت مع الأولاد إلى هذا الرجل الثري وقالوا هذه تركت البنت قسمت، وهذا نصيبك منها 4000 ريال سعودي. 4000 ريال سعودي، هذا ملياردير. أخذ يبكي وقال سبحان الله، أنا توقعت أنها ترثني وأردت منعها من الأرث، والآن أنا أرثها، لا خذوا. إخواننا، أمر كتبه الله لابد نمشي عليه، ليس فقط في الفرائض، في كل شيء نحكم الشريعة، لأن إذا تركنا تحكيم الشريعة كان الضلال. نعم،
نبدأ إذن بالدراسة، ولا بد أنك يعني تتفائل أن هذا العلم سهل ويضبط بإذن الله تعالى. الله عندنا يعرف الشخص سائد، من الطلاب من يطلب هذا العلم صغار، صغير يعني أحيانا 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات ويضبط. يمر هذا الصغير عندنا بالحلقة بالطلاب، يمر تجد يعني هذا يعني رجل في لحية الشيب وكذا حل، وهذا يأتي وينظر هكذا فيه، فهذا الكبير في السن يقول ولد امشي، يقول امشي وين؟ خطأ. يقول امشي امشي، يقول هذا خطأ، حلك خطأ. يقول امشي انت ما تعرف شيء، يقول انا ما اعرف شيء، انت اللي ما تعرف شيء، هذه خطأ. والله عندنا هذا الطالب الصغير يقسم تركات والله. طبعا احنا يعني تعويد ما في اشكال، تعود الطالب كذا يضبط العلم، يعرف صغير وكبير صح، يعرف ضبط، فإذا ضبط العلم انتهى العلم الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال البرهاني رحمه الله في القلائد البرهانية: بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، واستئناسا بحديث وإن كان يضعفه البعض. نعم. قال: محمد هو البرهاني، حمدا لربي منزل القرآن. حمدا لربي، يحمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل العلماء هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحمد الله موجب لبقاء النعمة، منزل القرآن، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإثبات أيضا العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. الواحد الفرد القديم الوارثي وشارع الأحكام والموارثي، هذا يسميها العلماء براعة استهلال، يعني في أول الكلام يتكلم بمقدمة تشير إلى محتوى الموضوع الذي سيذكر. واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، قد تقدم معنا أن ليس من أسماء الله القديم، ويخبر عن الله سبحانه وتعالى لا بالقديم، لكن الأولى أن نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا قد تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى تولى قسمة التركات بنفسه. عندنا في القرآن 3 آيات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا مجمل الأدلة تقريبا، يعني 3 آيات من القرآن وتضيف إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. سهل جدا، يعني تحفظ هذه الآيات كالمقدمة. نعم. امشي. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. نعم. الآل هم الأتباع على الدين، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، والصحب جمع صحابي، وهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على أصح الأقوال. نعم. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. نعم. كل صاحب فن يزكي لابد هذا الفن، فعلماء الفرائض يقولوا هذا أفضل علم، وعلماء النحو يقول كذا، أوجب الواجبات لابد كذا، فالنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم، وعلماء التجويد من لم يجود القرآن آثم. ولكن يا أخواننا أول شيء التوحيد، وجزا الله خيرا الشيخ ذكرنا بهذا الإخلاص، لأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. نعم. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. أشار بهذا الكلام لما روى الحاكم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن ويختلف الرجلان في الفريضة، فلا يجدان ما يفصل بينهما. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لم يثبت في هذا العلم
أنه أول ما يفقد، أول ما يفقد نسأل العافية والسلامة القرآن، والقرآن فيه فرائض وفيه غير الفرائض. فأخواننا العلم هذا ثبت له فضل وآيات نزلت فيه، والله سبحانه وتعالى قسم التركات بنفسه. نعم، ففضل العلم معروف. نعم، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. نعم، وقلنا هذا ضعيف. نعم، وفيه والعلوم كلها تفقد نسأل العافية والسلامة. نعم، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. يقول فيه مذاهب كثيرة. الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا باشتغالهم بعلم الفرائض. نعم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ مذهب زيد رضي الله عنه، الصحابي الأنصاري من بني النجار، من أكابر علماء الصحابة المعروف باشتغاله بعلم الفرائض. لماذا؟ لماذا تأخذ مذهب زيد رضي الله عنه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ مذهب زيد موافقة له في الاجتهاد، لأن الإمام الشافعي إمام مجتهد لا تقليدا، مفهوم؟ وهذا المؤلف شافعي المذهب، مفهوم؟ إذن هذه البرهانية وكذلك الرحبي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى. نعم، لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، يعني لا تقليدا، أخذ بقول الإمام زيد رضي الله عنه موافق له في الاجتهاد لا تقليدا. نعم، وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. نعم، هذا تزكية صح؟ كيف يزكر هذه المنظومة؟ سبحان الله، هو يريد يبين لك من يقول أن هذه تزكية، لابد يبين، يقول هذه منظومة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا بيان للواقع. نعم، بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. نعم، اختصرها، ولهذا كانت البرهانية عند البعض أفضل من الرحبية لأن أبياتها أقل، مفهوم؟ بل هو رحمه الله تعالى ذكر أشياء لم تذكر في الرحبية، وسيأتي ننبه عليه إن شاء الله تعالى. نعم، سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. نعم، الآن بعد أن ذكر المقدمة حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم ولماذا اختار مذهب زيد رضي الله عنه، قلنا بين أن هذه منظومة مختصرة وكذا، والآن بدأ يدعو رحمه الله، قال: والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. نعم، آمين آمين. قال رحمه الله مقدمة، هذا الكلام الآن من البرهاني مقدمة وكذا؟ أظن لا، يعني هذا التبويب حقوق المتعلقة بالتركة وباب، هذا ليس من المؤلف، مفهوم؟ لأنه أكثر من ينظم ما يذكر التبويب، لأن التبويب يقطع عليك وأنت تقرأ الآن نظم يقطع عليك، فالتبويب هذا ليس من المؤلف، امشي مباشرة من دون تبويب. نعم، يبدأ أولا بما تعلق بعين تركة كرهن وثق به وجان وزكاة تلفى. واحدة واحدة، يسمي الفقهاء رحمهم الله تعالى هذا الكلام الأمور المتعلقة بعين التركة، الأمور متعلقة بعين التركة. أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقاله، وانتهى الباب هذا كامل. أول ما يبدأ به في المال تدريه من ماذا؟ من تدوم في مقاله. إذن خلاصة هذا الباب كلمة إيش؟ تدوم، كلمة تدوم، وانتهينا، انتهى الدرس، مفهوم الشيخ؟ العلماء رحمهم الله تعالى يسروا لنا العلم وألفوا المؤلفات، بقي معنا أن نسير على هذا الطريق. تدوم إيش معنى تدوم؟ تجهيز ديون صح؟ التاء تجهيز، تدوم تاء تجهيز، دال ديون، واو وصية، ميم
ميراث انتهى الأمر. هذا الترتيب يا أخوانا، ما يحتاج تكتب مرة واحدة، انتهى تدوم. خل البيت يا رجل، مفهوم؟ أول ما يبدأ به في المال تدريه من تدوم في مقالي. تدوم أولا نأخذ من مال الميت ماذا؟ تجهيز، مؤن التجهيز بالمعروف، من شراء كفن مثلا، أجرة حفر قبر أو ما إلى ذلك، خلاص. لكن بالمعروف، يعني الكفن عندنا في كفن مثلا ب200 ريال، وفي كفن ب100، وفي كفن ب300، نأخذ أبو 200 وسط بالمعروف متعارف عليه بين الناس، لا إسراف ولا تقتير، تمام. إذا جهزنا وكفنا، أخذنا الآن بعد عمر طويل في طاعة الله، من؟ الشيخ سايد. قولوا أمين. توفي الشيخ سايد. المهم بعنا الأشياء، النظارة وكذا والسيارة وكذا، جمعنا التركة. التركة كم؟ الله قال التركة 6000. طيب 6000 ريال، أخذنا التركة. الآن جاءنا الشيخ قال نريد نشتري كفن، أخذنا من 6000 كم؟ 200 ريال، اشترينا الكفن، تمام، تجهيز. ثم بعد هذا ايش نصنع؟ الديون. الديون عندنا تنقسم الى قسمين، معلقة ومرسلة. معلقة ومرسلة. المعلقة يعني مثل الرهن الآن، لأن هذا دين موثق، فالتركة الآن معلقة عندنا، ما نستطيع الحصول على 6000 هذه حتى نفك الرهن، فهذا دين يسميه العلماء دين معلق، نبدأ به أولا. بالدين المعلق كم؟ قال أخذ من فلان 800 ريال برهن، فدفعنا 800، بقي كم؟ 5000. دين مرسل الثاني، دين معلق انتهينا منه، الآن دين مرسل. الدين المرسل قسمين، دين لله ودين للآدمي. كيف دين لله؟ عليه كفارات أيمان ونذور، كم؟ 500 ريال. وعنده دين لفلان 500 ريال، بأيهما نبدأ؟ بدين الآدمي أو دين الله سبحانه؟ المسألة فيها خلاف. قالوا لأن دين الله سبحانه وتعالى حق الله مبني على العفو، وحق العباد مبني على المشاحة، بخل، ما يسامح، مفهوم؟ نعم. ما عندنا إشكال الآن لأنه في تركة الحمد لله، لكن لو لم يبقى شيء من التركة أيهما نقدم؟ قول أننا نحسب والتركة مع الدين وتنقص الجميع بالتساوي. كيف؟ قلنا هذا 500 وهذا 500، اعتبر أن تركة سائد الآن 500 ريال، والديون كم؟ 500 و500 ألف ريال، مفهوم؟ طيب إيش نصنع؟ ننقص هنا وننقص هنا. أو مثلا الآن هذا يطلبه 1000 ريال وهذا يطلبه 1000 ريال، خلاص. تركه كم؟